حضراتكم عارفين طبعا موضوع الدولار والآخر، ولكن هناك بعض الأفكار في الأيام الماضية، منها بيع العقارات بالدولار. إيه الحكاية؟ كان في اجتماع كبير عامله السيد رئيس الوزراء في موضوع العقارات، اللي هو ما كنا ننادي به منذ سنين، اللي هو تصدير العقار. مش تصدير العقار ان الشقة يعني هنحطها في عربية وتروح مثلا بريطانيا او تروح امريكا، لا، ليها طريقة. ففي كلام على تفعيل موضوع بيع العقار بالدولار. ازاي ده يحصل؟ المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، اهلا بيك يا فندم. اهلا بعدك يا فندم، اهلا وسهلا. الاجتماع ده كان فيه ايه واتفقتوا على ايه؟ يعني خلينا نتفق ان احنا في مرحلة استثنائية محتاجين للعملة الصعبة بشكل حاد جدا، وبالتالي لازم يكون في افكار خارج الصندوق، زي ما كان في فكرة المبادرة بتاعة السيارات اللي يعني اتت جزء من ثمارها بشكل مقبول. هيبقى برضو في حاجة اخرى تخص بيع الوحدات السكنية، وخلينا ناخد العنوان من اللي عملته هيئة المقاطعات العمرانية الجديدة في الفترة اللي فاتت. الهيئة باعت ب8.5 مليار دولار في سنة، بالتالي أصبحت مصدر جيد للعملة في الزمن احنا بندور فيه على موارد دولارية. فيعني الدولة نفسها باعت أرض ب8.5 مليار دولار، فيعني ودخلت دخل دولاري، فأن الأوان إنه هذا الأمر يتم تنفيذه، لأن كنا بنحاول نعمله من سنين أو ننفذه بطريقة أو بأخرى. صح. دلوقتي بقى بينتقل إلى المرحلة الأخرى وهي الوحدات السكنية. إحنا مطلوب إنه يبقى في منظومة إدارية بإشراف حكومي تؤمن جميع الأطراف، يكون فيها إن العقار يباع بالعملة، وبالتالي مشتري الوحدة اللي بيشتري من بره بالعملة يبقى له ميزة نسبية، ودي يعني يعني ده خاص بالمصريين في الخارج فقط، لا، وحتى لو العرب، هي في الآخر وحدة هتباع بالدولار. حضرتك هتشتري الوحدة دي ب100,000 دولار، يبقى هيبقى في ميزة نسبية مضارة بشكل يعني نظام. اقصد انه اللي هيشتريها ناس من بره مصر، مش من جوه مصر. لا لا، عملة حديثة من بره، قد يكون ممكن يكون في الدراسات التفصيلية يسمعها بحد يجيب من جوه، مش عارف، هو في الآخر لسه التفاصيل الدقيقة لسه ما انتهتش يعني. لكن العنوان الرئيسي المهم جدا انه اللي هيشتري بالدولار هيبقى عنده ميزة نسبية. لا يعني انت مثلا عندك كومباوند، هل انت هتيجي تقول ايه؟ في جزء منه اللي هبيعه بالدولار وجزء بالمصري، ولا هتتعمل ازاي؟ غالبا هيبقى في منظومة فيها حكومة في النص، فيها وزارة، فيها هيئة، هيتم البيع من خلالها، بحيث يبقى في ضمان ان العمله تخش للبنك المركزي وللحكومه عشان تستفيد هي من هذه العمله. وايضا اي المستثمر او المطور هيبقى عنده جزء من التزامات كثيره بيجيبها بالعمله الصعبه، فدي هتساعده في ان هو قد يكون في نسبه لي يقدر يجيب بها الاحتياجات بتاعته الخارجيه. لكن العنوان الرئيسي ايه؟ مصلحتين. مصلحه اولى ان الدوله تحصل على العمله في الوقت المهم جدا ده، مصلحة تانية ان مشتري العقار اللي بيشتري من بره بالدولار يبقى عنده ميزة مختلفة عن لو اشتراه بالجنيه. وإلا هيحول دولار ليه ويشتريه ليه؟ ايه بقى الميزة المختلفة؟